لإدارة موارد القطاع العام والتبليغ ورفع التقارير إلى القطاع العام الممثل بالإدارات العليا أو بمجلس النواب عندما يرفع ديوان المحاسبة تقارير إلى مجلس النواب. فبالتالي يجب اعتماد فكرة أن موظف القطاع العام هو خادم للقطاع العام وهو وكيل عن القطاع العام لإدارة موارد الدولة وإدارة موارد الوطن، وهو محاسب ومساءل أمام المدقق الذي يحاسب ويدقق ويقيم ويراقب ويرفع تقاريره إلى الجهات المعنية للمحاسبة والمساءلة. طبعا التدقيق يجب أن يتمتع باستقلال مؤسسي، تفويض رسمي، توفر صلاحيات، تمويل، قيادة كفؤة، كادر موضوعي ونزيه، ويلتزم بمعايير التدقيق المهني. للتحدث نوعا ما عن واقع الحوكمة في الأردن، هناك أمثلة عن الحوكمة أو أمثلة فعلية على أرض الواقع مطبقة في القطاع الخاص نوعا ما وبعض أجهزة القطاع العام، مثل دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان. هناك دليل موجود ملزم أصدرته هيئة الأوراق المالية للضبط، وهو جاء نتيجة ستاربينز أوكسلي لو اللي ذكرناه الصادر عن أمريكا، يضبط الشركات المساهمة العامة، يتحدث عن استقلالية التدقيق، يتحدث عن الإفصاحات المطلوبة واجتماعات الهيئة العامة ومجالس الإدارة وفصل المهام بين مجلس الإدارة والإدارة العامة وهكذا. أيضا البنك المركزي أصدر دليل الحاكمية المؤسسية التي تعنى بالتحكم المؤسسي وهو ملزم لجميع البنوك. أيضا هناك مبادرة من دائرة مراقبة الشركات بإصدار دليل قواعد حوكمة الشركات الأردنية. هناك دليل أيضا أو تعليمات ذات طابع إلزامي من هيئة التأمين. هذه كلها مبادرات بإصدار دلائل أو إرشادات للقطاعات اللي ذكرناها لضبط الإجراءات الداخلية لهذه القطاعات. ونحن طبعا نوصي بهذا التقرير بإصدار دليل حوكمة القطاع العام، ونتمنى الخروج والوصول إلى هذا الدليل وإصداره من قبل الحكومة الأردنية ليكون الأول من نوعه في المنطقة، يمكن لسن بعض الإرشادات والضوابط والقيود لإدارة القطاع العام من خلال الدليل لحوكمة القطاع العام. لكن يجب أن نذكر أن هناك أيضا جهود من القطاع العام ومؤسسات الدولة التي تساهم في مبادئ الحوكمة التي ذكرناها. طبعا يطول الحديث عنها لكن نتوقف عن بعض الأمثلة، مثل نظام إدارة المعلومات المالية الحكومي. طبعا معالي الدكتور أبو حمور أكثر شخص يعني مطلع على نظام الجي اف ام اي اس، وهو نظام مالي إداري حكومي محوسب يضمن الشفافية في الإجراءات المالية المحاسبية، يضمن النزاهة، تربط جميع دوائر وزارات الحكومة بعضها في بعض في نظام مالي يضمن أن المخصصات محسوبة محجوزة، بالتالي تقلل من العنصر البشري وتدعم مبدأ المحاسبة وتدعم مبدأ الشفافية والنزاهة وعدم استغلال الصلاحيات والسلطات. هذا النظام مطبق في الأردن في نجاح مستمر، أتمنى له النجاح برغم التحديات التي يواجهها من ضعف الكوادر، من التشريع الغير داعم لوحدة الجي اف ام اي اس، لكن تتطلب عناية أكثر لأن رؤية النظام هو دعم القرارات المالية من خلال تطبيق نظام مالي حكومي متكامل لتوفير نظام مالي محوسب متكامل لإدارة العمليات المالية لكافة الدوائر. تقريبا 50 دائرة حاليا مرتبطة فيما بينها من وزارات ودوائر رسمية ترتبط بنظام مالي إداري محوسب centralized هو الجي اف ام اي اس. أيضا لا شك وزارة تطوير القطاع العام لها الدور الكبير، وأنا دائما أدعو أن وزارة تطوير القطاع العام يجب أن تكون هي المرجع في حوكمة القطاع العام لما لها دور من تطوير القطاع العام من الاسم الذي تحمله أولا وأخيرا. ونحن على اطلاع أيضا أن وزارة تطوير القطاع العام قامت باعتماد منظومة معينة أو مشروع تطوير الأداء الحكومي للأعوام 2013-2016، من خلاله سيقوم الكادر الحكومي بإعادة هيكلة، بإعادة دراسة مراجعة الأنظمة الإدارية، بعدة مبادرات من re-engineering وquality management. لكن أمثلة صريحة: مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة اللي يعني أحضرت نسخ للجميع للإطلاع عليها،
هي مدونة موجودة ومصدرة من عام 2009 وموجودة على موقع وزارة تطوير القطاع العام في على الويب سايت، موجودة هذه المدونة، وكلامها جدا راقي جدا جميل جدا أخلاقي وعالي. فجزء من نشر الوعي ودعم الثقافة الأخلاقية هو دعم مدونة قواعد السلوك الوظيفي للوظيفة العامة الموجودة حاليا. أيضا هناك نظام وحدة الشكاوي الحكومية أيضا تحت مظلة وزارة تطوير القطاع العام. هذه الوحدة الحكومية هي وحدة لتلقي الشكاوي من المواطنين الأردنيين أو من المستثمرين أو من أي شخص كان، على رقم معين تستلم هذه الشكوى تتوجه إلى الإدارة أو الوزارة المعنية وهي مطالبة بتحقيق في هذه الشكوى والتبليغ عن النتائج. هذه الوحدة تدعم مبادئ الحوكمة من خلال تلقي الشكوى، فتح باب المباشر بالاتصال مع المواطن لاستلام أي شكاوى عن أي خدمات متوفرة. جائزة الملك عبدالله للتميز هذه جائزة جدا مرموقة جدا على مستوى عالي من المهنية، نصدر إلى دول الخليج مقيمين من الأردن لتقييم أداء الحكومة في دول الخليج، وهي منبثقة من الأردن وتحت شعار عالي جدا. وركائز هذه الجائزة بالأساس هذه الركائز هي تعنى بخدمة المواطن، بكفاءة القطاع الحكومي، تطوير الأداء المؤسسي، إما في الشفافية إما بالنزاهة إما بالموظف الحكومي المثالي. وهناك عدة قطاعات لهذه الجائزة، لكن هذه المبادرة تدعم التنافس ما بين الدوائر الحكومية للرقي بأدائها المؤسسي. دائرة الموازنة العامة على سبيل المثال هي الدائرة المعنية بإصدار قانون الموازنة العامة، التصريح به، الإشراف عليه، وضع معايير ومؤشرات لمتابعة الأداء الحكومي. الموازنة بحد ذاتها هي استراتيجية الدولة بأرقام، فيجب متابعتها ومدى تحقيقها ومدى الالتزام فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة لمدى تنفيذ الدوائر الرسمية لهذه الأموال المرصودة والمحجوزة في الموازنة للوصول إلى أهداف المرجوة. من المساهمات اللي ساهمت فيها دائرة الموازنة العامة تدعم مبادئ الحكومة هو دليل المواطن اللي ذكرته في عدة مناسبات. كانت هناك مبادرة من دائرة الموازنة العامة على مدار الثلاث سنوات الماضية بإصدار دليل للمواطن، هو دليل بسيط مختصر بكلمات بسيطة تصل إلى المواطن العادي لشرح ماذا تعني الموازنة العامة وما تحتويه وكيفية إعدادها وكيفية دراستها. فهو مجهود يعني تشكر له دائرة الموازنة العامة، موجود على الموقع وبحاجة إلى دعم لأنه يدعم مبادئ الشفافية والتواصل والتغذية الراجعة. أيضا ملخص الموازنة تم إصداره على مدار الثلاث سنوات، أتمنى أن يصدر العام الحالي أيضا، هو شرح للموازنة. وبسبب إصدار هذا المنشور أو هذا الدليل للملخص الموازنة حقق الأردن على مستوى الشرق الأوسط بمؤشر الاوبن اندكس اوبن بادجت اندكس المركز الاول على مستوى شمال افريقيا والشرق الاوسط فقط لاصدار هذه الوثيقه التي تدعم مبادئ الشفافيه والنزاهه. لا شك هيئه مكافحه الفساد لها الدور الرقابي الفاعل الذي يدعم المحاسبه والمساءله لاي اجراء حكومي ولاي سوء استغلال او شبهات فساد يقوم بها موظفي القطاع العام او الخاص. فدور هيئة مكافحة الفساد لا شك دور كبير جدا. ديوان المحاسبة أيضا المحافظة على المال العام يلعب دور التدقيق الخارجي والداخلي، نحن نتمنى أن يكون هناك وحدات تدقيق داخلي وليس رقابة داخلية، تدقيق داخلي داخل كل مؤسسة تكون مستقلة ونزيهة تعمل جنبا إلى جنب إلى المدقق الخارجي وهو ديوان المحاسبة في الحفاظ على الأموال العامة والمساهمة في الردع والكشف في حالات الفساد أو هدر المال العام. من بعض المعلومات الموجودة على موقع ديوان المحاسبة أن حقق ديوان المحاسبة وفورات في الأعوام الماضية فقط من خلال قيامه بأعمال تدقيق ساهمت في منع أو ردع أو كشف بعض الخروقات في هدر المال العام أو الاستغلال أو وقف أي احتمال وجود مخاطرة. على سبيل المثال في العام 2012 الوفر اللي حققوه 62 مليون على سبيل المثال. فهي في تصاعد مستمر جهود ديوان المحاسبة. أيضا القضايا
ديوان المحاسبة، يعني عم نحكي عن تقريبا 700 ألف دينار أردني قيمة المبالغ المتوقية من عدد القضايا 124 قضية. لم يحصل منها شيء، يمكن هذا بده تحديث لعام 2012، لكن أيضا هاي مساهمة من ديوان المحاسبة بأرقام. ميثاق شرف قواعد سلوك رئيس الوزراء والوزراء أيضا هي وثيقة مهمة تدعم وتعزز الثقافة الأخلاقية لمهنة القطاع العام، وهي موجودة على موقع رئاسة الوزراء، ممكن الحصول عليها، وأيضا وزعنا نسخ منها، وكلام جميل جدا يعنى بالنزاهة والشفافية وخدمة القطاع العام وخدمة المواطن وإبداء وإعلاء الشأن العام على الشأن الخاص، لكن بحاجة إلى لا شك تفعيل ضوابط روادع معينة لعدم خروقات هذا الميثاق الموقع عليه ويفترض عند حلفان اليمين من المسؤول أو الوزير في